Hello everybody, مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد في اللغة الإنجليزية. حقيقة درس اليوم لتخفيف الأخطاء التي يعاني منها كثير من الطلاب. الكثير من الطلاب بيعانوا من مشكلة تغيير الزمن بشكل سهل. يعني البعض يقول يا أستاذ مراد، رغم أننا يعني درسنا الأزمنة، المضارع البسيط present simple present continuous past simple past continuous future المستقبل، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تغيير الجملة وتغييرها إلى زمن آخر، لأنه يعني نجد أخطاء، وأيضا نجد مشكلة كمان في الجملة وكذلك في السؤال. يعني عندما نريد أن نوجه لأحد سؤال نجد نفسنا أننا بنخطئ يعني أخطاء كثيرة، فنحتاج إلى تذكير أو إلى يعني تمرين يوضح لنا المسألة بشكل أوضح، وهو درس اليوم. خليني أعطيك اليوم نموذجين لجملة واحدة قمت أنا بتغييرها إلى عدة أزمان، يعني أتلاعب بالزمن، نغير من زمن إلى زمن، نفس الجملة نغيرها إلى عدة أشكال إلى أزمنة مختلفة. يعني أيضا مثال آخر نفس الكلام، وفي هذا الجهاز سنتحدث كيف أيضا ممكن نغير سؤال واحد ونغير زمن هذا السؤال إلى زمن آخر كما يعني نرغب أو نريد. خلينا ندخل على طول في الموضوع. مثلا you watch TV، من الواضح اللي يعني عنده خلفية على الأزمنة ولو بشكل بسيط سيعرف أن you watch TV هذه جملة يقصد بها في المضارع البسيط أي present simple. ما معنى المضارع البسيط؟ يعني الشيء اللي أنت حاب تتحدث فيه عن العادات أو اللي بتتكرر في حياتك بشكل يومي. الأمريكان والبريطانيين أو اللغة الإنجليزية حددوا هذا الزمن لكي تتحدث فيه عن الأشياء التي تحدث في حياتك بشكل عام أي بشكل متكرر، فأنت لا يوجد عندك أي إشكالية عندما أحدهم يقول لك حدثني عن فلان أو عن نفسك أو حدثني، فتقول I study، يعني أنا بدرس بشكل عام. طيب حولنا هذه الجملة، أحدهم يقول إذا أردت أن أحول هذه الجملة من المضارع البسيط أي الذي يحصل يوميا إلى يحصل الآن، ستضيف الـ R وتضيف الـ ING. يعني لو تركزوا الـ watch 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 كما هي، فقط هناك يعني إضافات إما قبل الفعل وإما بعد الفعل وإما كلاهما. يعني هنا مثلا أضيفت فقط ED حتى تحول الفعل إلى الماضي، يعني watch فقط بدون إضافات اللي هو يوميا. Are watching الآن أمامنا في نفس اللحظة من الكلام، وأنت تشاهد التلفاز الآن أمام عيني الآن وأنت تشاهد التلفاز. Watching بالإيدي هو فعل ماضي، طبعا هناك أفعال شاذة، ليس جميع الأفعال تضاف لها إيدي فتصبح في الماضي، هناك أفعال شاذة مثل go ماضيها went. هنا إذا أردنا أن نحول الجملة إلى المستقبل، يعني أنت سوف تشاهد التلفزيون، فعندك طريقتين، إما أن تضيف الـ will قبل الـ watch فتصبح you will watch TV، أنت سوف تشاهد التلفاز، أو أن تضعها بـ going to، ولكن تحتاج، ركز معي، أنك تحتاج الـ are ثم going to، لابد، يعني إما are ولا is ولا am ثم going to. أيضا إذا أردت أن تجعلها في الماضي المستمر، أنت كنت تشاهد التلفزيون، ستضيف الـ where ثم الـ ING. لابد الـ ING؟ نعم لابد، لأن أنا تحدثت عن الـ ING في الغالب بتكون بعد عائلة الـ B، اللي مش عارف، يعني هناك درس أنا يعني شرحت فيه متى تستخدم الـ ING بشكل عام، يعني ممكن تستفيد منه. طيب you have been watching، هذه إيش؟ هذه للمضارع التام المستمر present perfect continuous. يعني هذه إيش معناتها؟ إذا كان هذا يا أستاذ مراد you watch TV، أنت تشاهد التلفزيون كل يوم. You are watching تشاهد الآن. You watch it أنت شاهد. You will watch سوف تشاهد. You are going to watch أيضا سوف تشاهد مع التخطيط والتنظيم والتأكيد. You were أنت كنت تشاهد التلفزيون في الساعة الفلانية أو في عند الحدث الفلاني. You have been watching هذه تعني أنت صار لك بتشاهد التلفزيون والمفروض تكون في لها تكملة for ولا since. وايضا ممكن تكون you have been watching بمعنى انت كنت تشاهد التلفزيون للتو، يعني انت منذ وقت قصير كنت تشاهد التلفزيون، يعني مثل ايضا عندما احدهم ياكل او يسبح او يعمل اي شيء
فيأتي أحدهم إليك ويقول لك ماذا كنت تعمل؟ فيسألك what have you been doing؟ فتقول I have been swimming، أنا كنت بأسبح. You have watched، هذا مضارع تام، والمضارع التام يعني ممكن يكون له عدة استخدامات، لكن هنا سنقول مثلا أنه شاهد التلفاز للتو، يعني منذ وقت قصير مضى، بينما المضارع التام له أكثر من استخدام. طيب نفس الموضوع، سنقوم بتغيير she lives، هي تعيش في الولايات المتحدة، نفس الطريقة سنقوم بالتلاعب بالأزمنة وتغييرها. أنا الهدف من هذا الموضوع أن أعرض لك، أنت إذا أردت أن تحول جملتك من زمن إلى زمن إلى زمن، ما هي الطريقة وكيف التدريب عليها عشان تستفيد منها، عشان تعرف الفرق. فشي ليفز معروفة إنها مضارع بسيط، نفس ووتش. أحدهم يقول هنا أنت لم تضف الإس، هنا في إس، لانه قاعده المضارع البسيط البريزنت سيمبل انه فقط الاس يضاف للفعل بعد الهي او الشي او الات فقط. اما الاي واليو والذي والوي فلا يوجد فعل، لا يوجد اس في الفعل، مثل هنا كلمه يو، الفعل اذا جاء بعدها لا اضيف اس. طيب الشي هنا شي ليفز، هي تعيش في الولايات المتحده يو اس اي، هذا بشكل عام كما اخبرتك البريزنت سيمبل عندما تريد ان تتكلم على، يعني واحد يقول كلمني عن اختك تقول له شي ليفز، هي تعيش بشكل عام، يعني مش وانا بتكلم معك انا لا اريد ان احدثك الان ونحن نتكلم وهي عايشه الان، لا لا، هي عايشه بشكل عام من زمان والان وعلى طول، يعني هي عايشه في الولايات المتحده الامريكيه. وشي از ليفينج، هذا مضارع مستمر، وهذا معناته انه المضارع المستمر انه هذه الاختي مثلا او هذه المراه عايشه فقط لفتره محدده في الدوله الفلانيه. طبعا انا تكلمت انه الان يجي له اكثر من استخدام، فانت ممكن تستخدمه للان او للمستقبل، المضارع المستمر نعم ممكن للان ممكن للمستقبل، وممكن عندما تريد ان تتحدث فقط لفتره مؤقته، يعني فلان يدرس he is studying English in London فتره مؤقته ثم سيعود. الماضي she lived، هي عاشت. will live سوف يعيش. is going to live كما أخبرتك سوف يعيش. was living كان عايش في الفترة الفلانية أو في. has been living هو صار له عايش، أو يعني ممكن تكمل هنا for لمدة مثلا 20 years لعشرين سنة. she has lived هي عاشت أيضا في. إذا مضارع تام، مضارع تام مستمر، past continuous، الفيوتشر المستقبل، ويل الباست سيمبل، بريزنت كونتينوس البريزنت سيمبل. ركز على التغييرات التي تحصل للفعل وخذ بالك منها عندما تريد ان تختار الزمن المناسب لجملتك. طيب لما نغير السؤال العمليه تقريبا مختلفه، لانه هذا سؤال وهذه جمله. فاذا كان السؤال من شي ليفز ان يو اس اي، وير داز شي ليف، هذا هو السؤال، اين هي تعيش. إذا أردت أن تغير السؤال وتقول أين هي عايشة يعني الآن، where is she living، أين هي عاشت، where did she live، أين هي سوف تعيش، where will she live، أين هي سوف تعيش كتخطيط وتنظيم مستقبل رقم 2، where is she going to live، أين هي كانت عايشة، where was she living، وأيضا ممكن where has she been living، يعني أين كان، يعني هي أو صار لها كم وهي عايشة، أين كانت هي عايشة. ولا أيضا ممكن تضيف where has she lived، أين عاشت. طبعا واضح أنه أنت بتقوم بعملية تغيير الأزمنة، ومن الواضح أنك يعني قمت بتغيير الجمل، وأنت تحتاج إلى هذا الموضوع إلى تدريب حقيقة وتتمرر عليه وتتمرس عليه، لأنه تقريبا أنت لن تتحدث عن زمن واحد ولا عن سؤال واحد، يعني انت حاب تغير سؤالك تغير جملتك، وهذه تقريبا الفائدة من الأزمنة، يعني الأزمنة بندرسها ليه عشان نعرف نغيرها من زمن إلى زمن حسب مقتضى احتياجي عندما أنا أكون جملة أو أكون سؤال. أتمنى أن يكون الدرس اليوم استفدتم منه، لا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا اللايكات وترسلوا لزملائكم يستفيدوا منها. Thank you very much، شكرا جزيلا لكم، good luck، حظا موفقا.